شو واقفة عم تساوي كريمة؟ مشي يا مموشي. ايوة تعي معي لحتى نعلق الطبخة، رح يقدن العصر. تعي يلا جاي. كل مخلل تقبرني. كلي كريمة، كلي شو بك مني؟ ايه يا بي. ليك وين سرحة؟ ليكني يا بي ليكني. ها بسم الله. سرعت كتير لما وافقت تجوز اختك للواطي ابو حديد. يا ابو واطي سرعت، كنت لازم تعرفه على حقيقته من اول. وين غبت هاليومين يا مو؟ كنت عن جماعة يا مو، عم بحضر اول تكريزة رمضان. الله يتقبل يا مو. ومنك يا مو. يعني ان شاء الله رح تصوم هالشهر الكريم وتترك اللي حرمه الله يا مو. ايه ان شاء الله يا مو ان شاء الله. الله يثبتك يا مو، الله يثبتك. امين يا رب. قال فكرت ابو حديد احسن من هادي اللي اسمه الدبور. داري الاثنين اضرب من بعضهم البعض. صرت حكايتي يا دبور. لك ما تساعدوها للشكرية. ما بدها يا ست خالدية. هاتي عنك. هاتي الحلو. حاضر يا. اعملي لي كاسة شراب بتوب. نشف قلبي. يلا بسرعة. يلا خلصينا. لك شبكن هيك قاعدين؟ ما تحوصوا قوموا جيبوا لنا هالبرسيس خلينا نتسلى بالسهرة. لك هو يا مو تحركوا تحركوا. ما بنلعب برسيس يا مو. وليش؟ ما بدك تلعبي برسيس؟ مش بدنا نتسلى لكان؟ بدنا نقعد نسند بعض مثل المطلقة وبنتها. لا بعرف شو عم تقول. ما تخبرني. بعدك بعدك يا مو لا تخبرني عن هذا الحكاية. يو والله ما بحكي حكاية لحتى تقلي الست هند احكيه وعلى ملاط صوتك. ايه يلا قولي احكي يا ست خالدية. هي كمان بدك دفش عليها. خلصيني بقى. الله يسامحك يا هند خالو. خلصيني بقى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صوت هالبنت ما في غير بتطلع بوشي كل ما اروح لعند المختار. الله يستر عليك يا بنت الناس. انتي وين وانا وين؟ انا بالي مشغول بغيرك. بعدين حتى لو ما كنت معلق بسماح ما بقدر اخدك لانك بنته لبحمتي. هاي لحالة بتكفي اني بعيد عنك. أنا جهزت حالي وصار عندي رجال بياكلوا راس الحية يا أبو العاص. إذا بدك فوت هيك فوتي، لازم تعمل حساب الدبور يا أبو دباح. لك وحياة راسك عامل له 100 حساب. أنا بقول حط إيدك بيد أبو ماضي وفوتوا سوا على الحارة يا أبو دباح. ومين هذا أبو ماضي؟ هذا واحد أكل أكل من الدبور أكبر من قتلتك وضرب له شوارب. مو سحلاقة؟ لا أشوف مو سحلاقة، بخنجره. نعم معناته هذا شغلته كبيرة مع الدبور. ناوي يقتله ويقطع له رقبته بدل شواربه. لك يا عيني عليك يا أبو العاص، هذا عز الطلب. أنا بدي واحد قلبه حديد وما يخاف من الموت. أبو ماضي بيعجبك كتير يا أبو دباح، بس برجع وبقلك لازم تحسبها هالمرة منيحة. شبنا أبو العاص عم قلك حاسبها منيح. بدي إياك تفوت فوتي يا قاتل يا مقتول. بدي الدم يصير للركب يا أبو دباح، للركب. وراح لعند أبوها الأمير. إيه وكتب كتابه عليها. لا.
شو هني هاي؟ ايه والله متوقعين تصير ايه؟ لا ما سمعني مصدقة شو هاد يا ست خالدية؟ وعاشوا بتبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. وشو بعدين؟ ما في بعدين، مرته جاية بدي احكي لكم حكاية السعداني اللي اشتغل عند النجار وقطع عندنا هو بالمنشار. ما رح يجينا صبر، استنى لبعدين، احكي لنا هلا. الله يخليك، احكي لنا هلا. وينه شراب الدود؟ يا شكرية، يا شكرية. مثار الجارية أمرية كانت خاينة للملك ذي يدعي، والعياذ بالله عدها بسيف على عده عنده من بعد ما ساواها ملكة على كل الجواري وعلى كل النسوان وحدت منه. يا عمر أعوذ بالله، راحت حطته السم بالمي استاهل، وقالت له مع السلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شو سمته؟ لعب على ايه؟ شو ما لنا ما كيف قطع على الدين الله وكيله؟ منيح معك جواري حبيب تقولوا رجعوا معك. شو الحكاية؟ يلا يلا اللي مو محاسب يحاسب يا شباب. حاسب يا شباب.